عزة في كل مكان، تقبلوا تحياتي ويسعدنا نلتقي بكم ولقاءات اليوم الثاني والأخير في لقاءات الجولة الإيطالية فيما قدمها بين اليوفي ونابولي من أجل التتويج بلقب السيريا آ، وأيضا القادم في البطولة الكبيرة بطولة دوري أبطال أوروبا. بكل التأكيد روما في هذا الموسم شكل تاني، طعم تاني، لون تاني. من لحظات قليلة فريق بنفنتو لقى هزيمة روما على أرضه، هيكون على الشمال، وفريق جينوا الضيف هيكون على اليمين، على اليمين فلورنسي، على الشمال كولاروف، قلبي دفاع كل من وبوغاروان النجم العربي المغربي جواد اليميك في اول مباراه لي بعد ما انضم في الميركاتو الشتوي من نادي الرجاء البيضاوي المغربي. أنس على الشمال الهجمه مره ثانيه، تعدي خطيره جدا، ولكن الدفاع الرائع بلمسه موجوده على طول من قلب الدفاع، النجم العربي المغربي جواد اليميك، وبرا ملعب ركنيه لصالح نادي روم في اللعب الخطير. جيكو على طول عالية، رسم الدفاع مرة ثانية من جواد اليميك، تطراد مين على طول من الروسي، هجمة كرة طلاق قوية ناحية الحارس البرازيلي الشعراوي، عدى راح وهرب من خطورة، استلام على الشمال جميلة، ولكن تغطية دفاعية جيدة، تغطية مثالية من جواد اليميك. أول لحظات المباراة أمامية خطيرة العندير، عرضية ساحرة، ولكن الدفاع ممتاز كالعادة من جواد اليميك. اللاعب واحد طبعا من ابناء نادي جينوا، والحارس طبعا كان انضم لقائمه منتخب ايطاليا في المعسكر الاخير، ولكنه انهزم حتى الان في هذا الموسم في 14. ما اعزائي المشاهدين وترتيب هنا في هذا الملعب امام الفيولا بهدفين مقابل لا شيء.